أكلاتي المفضلة بحب البيتزا وبحب الباستا. استنى بوليس وعايزة طبعا بيبقى في تنازلات زي ان انا وقتي اللي بقضيه مع عيلتي طبعا ده يعني بيبقى اقل بكتير بلس وقت بيجي على نومي وبيجي على مذاكرتي، فاعتقد دي ممكن تكون من التنازلات اللي انا قدمتها شويه، بس انا شايفه ان هي حاجه تستحق ان انا اقدم لها تنازلات زي دي، بس ما فيش حاجه كبيره في حياتي قوي. يعني انا لو ما كنتش حابه ده ما كنتش هعمله، فدايما بحس ان انا لا، انا لو سبت اثر في حياه حد فده بالنسبه لي كفايه. نفسي ان انا اعمل ماسترز في حاجه اسمها International Public Health، هي الصحه العامه يعني، واقدم في الامم المتحده في منظمه الصحه العالميه World Health Organization، وساعتها هبقى زي ان انا هكون موديل او ريبريزنتيف من اليو ان، ان انا بقى هسافر معاهم وهبتدي ان انا يعني اعمل توعيه كتيره عن الاسنان وازاي نستخدم فرشه اسنان والمعجون. مشروعي اللي هو ليه علاقه بالمسابقه اللي انا اصلا قدمت عشانه، وهو عباره عن هو اسمه مادي تور. مادي تور عباره عن زي مستشفيات متنقله، عربيات مليانه بكل الاجهزه الطبيه اللي هي بتساعد الناس كلها وتقدر تعالج اي حد في اي وقت. كلمه كل بنت شايفه ان انت طالما واثقه في نفسك وواثقه في حاجه انت بتصدقي فيها ونفسك توصلي لها، خليكي وراها وكده كده توصلي لها حتى لو بعد قد ايه يعني.